الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المسيح قام بين الأموات وطيع الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام بين الأموات وطيع الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام بين الأموات وطيع الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مساء الخير أخوتي، وين ما كنتوا ربنا دعاكم تتشرفوا معنا بهالأمسية اللي نتمنى بنعمة الروح القدس وبصلواتكم معنا وبهاللقاء الحلو اللي سمح لنا نرجع نجتمع مع بعض عبر شاشة تليفزيون ونورسات عائلة الكلمة الإلهية. نتمنى إنه ربنا يلمس قلوبنا جميعا، نرتفع ونتقرب شوي من السماء أكثر وأكثر، ونتقدس على أمل إنه ناخذ معنا زويد صغيرة بهالأيام اللي لا شك صعبة علينا وعلى الجميع. ونتمنى إنه بالظلمة اللي عم نعيشها يكون حضوركم وحضورنا بنعمة ربنا نور لنا والآخرين. مثل ما جرت العادة، ويمكن مأكد اللي عم يشوفونا عبر الكاميرا منهم ملاحظين أو يمكن لاحظتوا إنه بسبب القوانين اللي وضعتها الدولة ونحن محترمة ما في حضور إلا أنا شخصياً، ومأكد اللي عم بيساعدونا التقنيين من تليفزيون نورسا. فإذا سمعتوا ما شفتوا زحمة وعجقة ما تفكروا إنه في أي شيء ضغط، لا، بس العالم ببيوتها. وبشكر ربنا على التكنولوجيا اللي بتسمح لنا بالرغم من المسافات وصلها. مثل ما قلنا جريت العادة دايما إنه بهاللقاءات الكريمة والمميزة، لقاءات العائلة الكريمة الإلهية، إنه نبلش بصلاة العائلة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب السماوي، يا من دعوتنا من كنائس متنوعة للمشاركة في وليمة كلمتك الإلهية هامسا في آذاننا، هذا هو ابن الحبيب فلا أسمعه. نسألك أن تهبنا روحك القدوس كي يعلمنا ويفهمنا كل ما قلته لنا بابنك يسوع. امنحنا قلبا سماعا وإرادة صالحة لنسمع ونعمل بروح كلمتك الإلهية على مثال أمنا مريم، فنستحق أن ندعى حقا إخوة وأخوات ليسوع وشهودا لك. ليكن التزامنا في قلب عائلة الكلمة الإلهية لمجد جودك الإلهي الأعظم، وحدة الكنيسة، ولقداسة نفوسنا وعيالنا. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد آمين. لقاءنا أخوتي وأخواتي يقع تحت المظلة الموضوع اللي اختارته عائلة الكلمة الإلهية خلال هالسنة، واللي هي موضوع يدور حول وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. وقت الإنسان يجد شيئا ما، وإذا كان هالشيء غالي لإله بيصير في تحول بحياته. في إنجيل القديس متى الفصل 13 لآية 44 المرة، أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. طبيعي انه الانسان اللي كان عم يشتغل بالحقل وبده يكون الحقل مأكد مش لابد، بس قد ما فرح راح وتعب وجمع المال المطلوب من اجل ان يصبح هذا الحقل ملكه، وبعدين صار بيقدر ياخذ مأكد هالكنز اللي كان مخفى يقدر يستفيد.
الرسول مثل ما بنعرف من بعد ما اكتشفوا حقيقة سيدنا يسوع المسيح من بعد قيامته. صحيح كانوا عم يتلبسوها خلال مسيرتهم معه هو بحياته الأرضية، ولكن من بعد القيامة تفتحت العيون ومعرف بعدين انه من بعد ما امتلأوا من الروح القدس ذهبوا إلى العالم لكي يبشروا بهذا الذي وجدوه، بهذا الكنز، بهذه البشارة. اليوم رح نخبركم عن شيء يمكن يبين شوية العيد، لأنه مثل ما قرينا بهالفصل الآية الصغيرة من القديس متى، أو مثل ما نسمع نحن ونعرف أن الإنسان وقت بيلاقي شيء غالي عليه، شيء مميز، بحب يخليه لإله ويمكن يشاركه مع الآخرين. بس بقصة النبي صموئيل من سفر صموئيل الأول رح نكتشف شيء مميز، شيء يمكن العقل والمنطق بأول ردة فعل بيقول مش هيدا اللي لازم يصير. بس إن شاء الله سوية نقدر نكتشف اللي اكتشفته حني، وهيك نقدر نفهم ليش قامت وقال بها القرار اللي حبت تتوفى. قراءتنا اليوم هي من سفر صموئيل الأول، أي من العهد القديم، الفصل الأول، الآية 9 للآية 20. وقامت حنة من بعد ما أكلوا في شيل وشربوا، وكان عالي الكاهن جالسا على الكرسي إلى دعامة هيكل الرب، فصلت إلى الرب في مرارة نفسها وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت: يا رب القوات، إن أنت نظرت إلى بؤس أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك وأعطيت أمتك مولودا ذكرا، أعطه للرب لكل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. فلما أكثرت من صلاتها أمام الرب وكان عالي يراقب فمها، وحنة تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان ولكن لا يسمع صوتها، ظنها عالي سكرة. فقال لها عالي: إلى متى أنت سكرة؟ أفيقي من خمرك. فأجابت حنة وقالت: كلا يا سيدي، ولكني امرأة مكروبة النفس، ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، ولكني أسكب نفسي أمام الرب. فلا تنزل أمتك منزلة ابنة لا خير فيها، لأني إنما تكلمت إلى الآن من شدة ما بي من القوة والخير. فأجابها علي قائلا: امضي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك بغيتك التي التمستها من لدنه. فقالت: لتنل أمتك عضوة في عيني. ومضت المرأة في سبيلها وأكلت ولم يعد وجهها كما كان. وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا ذاهبين إلى منزلهم بالرغم. وعرف ألقانة وحنة زوجته وذكرها الرب. فكان في انتظار الأيام أن حنة حملت وولدت ابنا، فدعته صموئيل لأنها قالت: من الرب التمسته. هذه الآيات باختصار من الآية 9 إلى 20 من سفر صموئيل الأول، قريناها سوية، مؤكدة مثل ما دائما منذكر نفسنا ومنذكركم أنه وقت نقرأ الكتاب المقدس أي آية أي فصل بدنا نرجع نحطه بإطار. البعض منكم يمكن قاري السفر، البعض منكم يمكن دارس الكتاب، يمكن البعض منكم من المفسرين الكتاب، كيف مفسري الكتاب واللي بيعلموا للكتاب، ويمكن
يمكن مع انه قريناه الا بتذكره كل العناصر المربوطه بهالاحداث اللي قريناها، بس اللي ما بيعرفها يمكن بده يسال مين هي حني وليش ان حني صلت بمراره، مثل ما مر بالايه 10 فصلت الى الرب في مراره نفسها وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت يا رب القوات ان انت نظرت الى بؤس امتك. فاذا حني عند بؤس، عند حزن، وعم بتصلي بمراره الى الرب في ما يعرف بشيلو. وشيلو بعيديك الزمن كان هو المكان اللي راحوا له اليهود قبل ما صارت اورشليم، المكان اللي صار فيه الهيكل ووجد بعدين في تابوت العهد على زمن النبي داود. شيلو كان المكان اللي يروحوا له ويصلوا له. ومنلاحظ هي وعم بتصلي من مكان ثاني كان علي. من هو علي؟ علي كان الكاهن يراقب فمها وشاف من تحركات شفافها وكأنها سكى. يقول العالم طيب ليش بكر سكى؟ لأنه في بعض الأشياء بالحياة كأنه ما بتتغير. تعرفوا العالم وقت بيروحوا إلى أماكن حج، صحيح بيروحوا بهدف، ما هو متمنى دائما إنه الهدف هو الإنسان ينمى روحيا بمسيرته باتجاه مكان الحج، وحين وصوله إلى هذا المكان المقدس والمميز. بس لسبب أو لآخر، وكأنه من أيام اليهود ومن قبل أيام اليهود، دائما حول هالأماكن بنلاقي فيه فنادق، في أماكن راحة، وفي ناس بتبلش تبيع. ومثل ما قلت هذا مشي غريب لا بالماضي ولا بالحاضر. بنروح على الأراضي المقدسة، بنطلع على مزار حريسة، بنروح على مزار مخدوشي، بنروح على روما، أماكن كلها للحاج، أماكن عندها معاني روحية، والهدف الأساسي هي إنه اللي بحج مثل ما قلنا يصير في تحول من الداخل ويلتمس بهالمكان وجود الله بطريقة مميزة. بس مثل ما قلت بس تطلعوا شو بتشوفوا؟ اللي عم بيقول لكم اشتروا مسابح، اللي عم بيقول لكم خدوا صور من روما، أهلتها ناس وكأنه بطريقة ما بدهم يستفيدوا أو بيقولوا هالإنسان بحاجة، لأنه شئنا ما بين إذا كان في حرارة عالية بدنا مانتا نشرب، أو بدنا شيء للراحة أو يمكن ميت بدنا نقدر نكلها، لأنه بيكون من تعب المسيرة. فبما أنه كانوا يطلعوا تعرفوا بالماضي كمان ما في سيارات وطيارات أي سهولة التنقل، وكان دائما كل مسيرة نحو الحج تاخذ أيام وأماكن وقت للراحة. فإذا كان اعتقد علي حينما راقب حنة تتكلم من قلبي في قلبها وبس شفتاها تتحرك أنه يمكن مثل كل الموجودين سهري، يمكن شربت خمر أكثر من زوم وهلا عم تهدي. وبما أنه قربت إلى الهيكل فقال لها إلى متى أنت سكرة؟ أفيقي من خمرك، انت عم تتقرب الى الله بوضع مش صحيح. وهيدي كانت ردة فعل مؤلمة لحني، مع لانه هو كاهن، وعادة نحن بنتمنى ونطلب من الكاهن انه يكون باتجاه الاخرين عنده حساسية اكثر، عنده شفافية وعنده انتباه اكثر. ما معناتها انه منه مطلوب من الكاهن او رجل الدين يقول الحقيقه، ولكن مثل ما بتعرفوا الطريقه التي تقام. فهالكلمه المتها لسيده هي عندها حزن. شو سبب هالحزن؟ بس نقرا القصه بنلاحظ انه حني بالحقيقه مقرا بالايه 5 أن الرب كان قد حبس رحمها، ومش بس عند المشكلة كانت هي بالمضبوط عفوا شو اسمه
القانون اللي هو زوج اللي هو رجل حمل كان بالمظبوط متزوج كمان من مرة تانية اسمها فهمينا. فإذا إذا حبينا مثل ما قلنا نفهم الإطار، في عندنا حني المرأة الأولى، فنينا المرأة الثانية، والاعتقاد بالأكثر أنه لأنه حني حسب ما قرأ وقرينا بالسفر أن الله قد حبس رحمها معناتها ما عندها أولاد، فإذا قام الزوج بي صار عنده مرأة ثانية. وبنقول انه كانت ضرتها بان الكتاب المقدس تغضب حنة لتثير سائرها، لان الرب حمس مثل ما قلنا رحمها تماما. اما اللي هي مثل ما قلنا مره ثانيه فنينة، فهون بيقلنا انه وذبح القانا واعطى فنينة زوجته وجميع بنيها وبناتها حصصا. فاذا ما عندها اولاد، ومش بس ألمها أنه ما عنده أولاد، كمان زوجها عنده مرأة عنده أولاد، وهالمرأة الثانية بسوء الحظ كمان ما عم تهتم بشعور هالسيدة الثانية، وكأنه بدها تذكرها بطريقة أو بأخرى أنه أنت لشو وجودك بالحياة. هيدا كان مفهوم بالماضي، أنه إذا الشخص إذا المرأة لم المتزوجة لم تأتي ب طفل أو طفلة، معناتها مثل ما قرينا الله حبسها والله غضبان عليها. فلا شك هيدا كان ألم لأنه بتشوف المرأة الثانية مأكدة الأولاد حواليها، وبتصير تسأل السؤال وين أنا وقعت بالخطيرة، أو هل أهلي وقعوا بالخطيرة. برجع أقول هيدول الأسئلة كانت تدل على المفهوم في العهد القديم، وبنشوفها بالعهد الجديد وقت يسوع المسيح يتلاقى مع الأعمى اللي بيجوا الناس وبيقولوا له من أخطأ، هو أم أهله؟ وربنا بيقول له ولا أهل، ولكن دي كلمة مجد أمر الله اسم الله. فبالإطار صرنا شوي شوي نفهم هالوضع تبع حني اللي عم تبكي بألم وبمرارة رحمة محبوس، كأنه بس تموت ما حدا بقى رح يتذكرها. مش بس تموت، مين بده يسندها بالحي؟ ولا شك في خوف إذا زوجة مين اللي حيكون معها؟ والبعض منكم بيعرف والبعض منكم عم بيعيش. برجع أقول أوقات نفكر الأشياء بتتغير فيها تغير، ولكن في كتير أشياء موجودة منلاحظ نحن بالمجتمع الشرقي أوقات كتير ما أن تحمل امرأة تيصيروا ما يعودوا يسموها تيريز أو سميرة أو مريم، يسموها يعقوب. ليش؟ لأنه بيتمنوا إنه الطفل أو الجنين ببطنه يطلعوا بيصير يعقوب، ويمكن ارتباطا بجده أو إن يوسف. فجأة وكأنه ما عاد بقى من حضور إلا عبر هذا الطفل الذي سيأتي. حني كمان حرمت من هذا اللقب، فلم يكن ولم يعد من أمامها سوى الصلاة والتوجه إلى الله تعالى. ومثل ما قلنا برجع نقرأ الصلاة اللي بيقلنا فصلت إلى الرب في مرارة نفسها وبكت بكاء ونذرت نذرا وقال. المرارة طبيعية، كل إنسان بيمر بمرارة، ونحن هلا قسم كبير منا أوقات مرئين بمرارة بسبب مرض الكورونا. ناس عم بتقول ماذا سيحدث غدا، ناس عندها ألم لأنه خسرت أشخاص عزيزة على قلبها، إما بسبب الكورونا أم بسبب مرض آخر، وما قدرت بسبب
القوانين الصارمه صارمه ان تودع الانسان بحسب ما يليق بهذا الانسان اللي ربنا استمع الى عنده وقصر الوقت انه يلتقي الى حياه اخرى. في ناس عندهم مراره لانه ما عارفين اذا بكره رح يلاقوا شغل. فالمراره هي من حياتنا اليوميه امام حدث مؤلم. واكثر بصير هالمراره تكبر وتكبر وقت ما بنسمع اذن صاغيه. المراه بتتوقع من جوزها. المراه بتتوقع من رجل الدين يفهمها. ولكن بالاحداث اللي شفناها وقريناها بنلاحظ انه هالمراه حني عندها الم زوجها تجوز وحده ثانيه. مع انه اذا بنقرا كل الفصل بنلاحظ انه كان يحترمها لانه مرجع الى الايه 4 فلما حان اليوم وذبح القانا اعطى فننا زوجته وجميع بنيها وبناتها حصصا واما حنة فاعطاها حصة اثنين لانه كان يحب حنة. فكان جوزها بالرغم من انه تجوز وحده ثانيه، هل هو المجتمع دفعه تيتزوج الثانيه؟ هل هو مثل ما قلنا بده ذريه لإله لانه كان المعتقد وبعده هلا دائما هالكلمه بنرددها، مين بده يخلد لك اسمك؟ بالماضي كنا نفهم انه الخلود الاسم يعود عن طريق الشب اللي بيجينا، الطفل الصبي. نحن بعدنا كثير بنتبع هالقصة ومننسى كمسيحيين اللي ما بيخلدنا إلا اسمنا إلا بالحقيقة إلا إذا كنا بين أحضان ربنا يسوع المسيح. بالطقس البيزنطي وقت بيكون في دفن أو صلاة جنازة بالختام بنقول فليكن ذكره أو ذكراها مؤكدا. مين بيعطينا الأبدية غير خالق الكون الله تعالى؟ لأنه هو إذا تذكرنا معناتها رح تكون إلى الأبد. الآخرين مهما كبر تاريخنا بينسونا بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، ما بعرف هلا مع التكنولوجيا يمكن تاخذ إلى سنين وقرون وعقول، هذا صار شيء ثاني، بس ما الحقيقة. اللي بيتذكرنا وما بينسينا هو ربنا اللي أحبنا. فإذا بنلاحظ إنه مع إنه جوزها بيحبها ولكن هذه المحبة كانت كأنه شوية ناقصة، فأراد من امرأة ثانية إنه يكون عنده من سيبكي على مريض. فالرجل عم بتلاقي مرارة من عنده، عم بتلاقي من ضرته مرارة، لقيت حتى من الكاهن مرارة، فلم يعد سوى لها إلى أن تعود إلى الله تعالى وأن تبكي. وقامت بهذا النذر قائلة: يا رب القوات، إن أنت نظرت إلى بؤس أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك وأعطيت أمتك مولودا ذكرا، أعطه للرب لكل أيام حياته ولا يعلو رأسه. بداية الصلاة حلوة كثير، كلنا بنتوجه بهيك صلاة للرب، بنقول يا رب أنا الخالي، أنا هون بنتك، أنا خدمتك، في عندي ألم، في عندي يمكن قصرت باتجاهك، أجي لك اليوم خبرك أنت، أنت الأمانة. حينما نقول أمانة الذي في السماوات، لمين بدنا نرجع؟ إذا شريك حياتي اللي بيحبني بمكان ما مقصر شوي، مع إنه مثل ما قلنا أعطيها حصتين كأنه احترمها وأعطيها حصة الولد اللي منه موجود، وضرتها أي المرأة الثانية يمكن مثل ما بيقولوا تنظر لأنه كامرأة ناقصة،
ورجل الدين لم يكن هذا الرجل ونرجع بنقول عن قصد او عم ندل عليه بالاصبع يمكن انا كنت تصرفت بنفس التصرف تعرفوا دائما الانسان في عنده رده الفعل الاولويه يمكن سيد الكونفيتي على كنيسه بس ثيابها شوي مش محتشمه او يمكن رجل يكون فايت وقميصه مخزقه واول رده فعل بقول له كيف فايت على الكنيسه بس يمكن بالمظبوط هو طالع من سيارته علقت القميص بالبيت يمكن السيدة وقعت وكان في نقطة مي وطلعت وتوسخ الفستان ويمكن كانت لابسة كنزة وتوسخت الكنزة بس ردة الفعل الأولوية ما كانت من الكاهن يمكن من الأندف اللي واقف على الباب بيصير يقول لا 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 روح نظف حالك صحيح الإنسان حلو أن يفوت إلى المكان المميز والمكان المقدس بترتيب بس مثل ما عم نقول في ظهور علي الكاهن لم يسمح بهذه المرأة أن تخبره اتخذ بشوفه يوميا وناس بيجوا يصلوا وناس بيعملوا دبايح بس يجي المساء قسم كثير منهم بيلتحقوا مع بعض بي الحفلة وقال لك يمكن حني بعد ما سكرها من البارحة أو كملت ساعتها فمن هون آمن بهالصلاة اللي فيها بتقول يا رب إذا أنت نظرت إلى بؤسي وذكرتني شوفوا هالكلمة وكأنه معتبرة إنه ربنا نسيها لأنه لو ربنا من رأيها ما نسيها كان لازم تكون حامل ومن فترة مش طويلة لأستراليا بعيد أستراليا أنزاك داي تتذكروا مش بس هي موجودة بأستراليا عادة موجودة بالعالم كله على بلاطة أو على حجر أو صخرة بينكتب لكي لا ننسى اللي هي موجهة خصوصا من أجل الذين ماتوا من أجل استقلال البلد أو الدفاع عن حريته أو lest we forget لكي لا ننسى فهون عم بتقول له حني لربنا يمكن أنت نسيت ما بعرف أنا شو عملت بس إذا تذكرتني لأنه أنت بس تتذكر ساعتها بتقوم مثل ما هو كثير منهم هلا تذكرت لازم روح عند الطبيب أو هلا تذكرت لازم اتصل بشخص ثاني لأنه إذا ما تذكرت بدي أنسي فإذا قالت له إذا أنت ذكرتني ولم تنسى أمتك ومن ثم أعطيت أمتك مولودا ذكرا يعني بس يجيها الذكر خلاص رجعت إلى الرحم صار زوجة بده يهتم فيها بغير طريقة صار مين بيقاف معه صار المستقبل نظر يخوف صارت حتى المرأة الثانية رح تنظر لها بغير نظر والمجتمع وهالكلمة اللي بيستعملوها قد حبس رحمها بتذكرنا كمان بالعهد القديم وحتى أوقات بعدنا بنستعملها بخطابنا اليومي وقت ما بتشد الدنيا بنقول وكأنه ربنا حبس المطر الله اللي قاعد أوقات مثل كأنه الإله إكسا ميكانيكا الآلي اللي هيك حاطط الآلات قدامه ساعة بيفتح هاي ساعة بيسكر هاي ساعة زعلان من فلان ساعة راضي من فلان رؤية بشرية طبيعية صحيحة بدنا شوية تصحيح يعني مؤكدة بالنهاية كله بيصير بهالدنيا بمعرفة ربنا بس كمان بالعهد القديم هيدا كان المفروض وطلبي اللي كمان برجع بقول ما تغير حتى بعد الوف السنين وبنقول هلا نحن متحررين وبس بسأل سيدة حامل من إلا مبرور إن شاء الله بصبي ولا بنت دائما بيقولوا اللي ربنا بيعطينا إياه بركة بس يجب أن الصبي يكون أحسن وأوقات المعرفة في بعض الرجال والسيدات اللي اسم الله صار عندهم ست سبع بنات وبصيروا معروفة بأم البنات
وإن شاء الله سير يوم إن شاء الله ضمن الصبر لسبب أو لآخر. برجع بتذكر بتمنى إنه ما ننسى الكتاب المقدس. ربنا وقت خلق الكون وخلق الإنسان ما قال الرجال أفضل من المرأة، خلقهم مساوي ذكرا وأنثى واثنينتهم خلقهم على صورة. وأوقات اللي بينسوا إنه ديش مهم دور المرأة، نحن بهالشهر شهر أيار المميز من كرم مريم العذراء. يسوع المسيح ولد من أحشاء مريم العذراء بنعمة الروح القدس، اللي نحن بنسميها أمنا، أم العالم كله. فبتمنى برجع بقول ملح بيجي هلا نغير مفاهيم بالليل وضعاها، والله يطعم الجميع شباب وبنات. بس مش اللي بس عنده بنات كأنه ناقص شيء. بس برجع بنقول هيدا كان المفهوم بالعهد القديم. من هون كانت هالمرأة بدها انه يكون عندها صبي ذكر. واللي قامت فيه حني منه غريب، مش شيء خاص فيها. إذا برجع للكتاب المقدس بنلاقي إنه في كتير من الوجوه بهالكتاب المقدس كمان كان عندها نفس الوضع تبع حني. من سارة امرأة لإبراهيم اللي ربنا بعدين منحها إسحاق سفر التكوين فصل 11 مرة، أو ربيكا مرته لإسحاق اللي كمان ربنا أنعم عليها بعدين بعد الصلاة بعيسو ويعقوب. من ليلي رحيل مرته ليعقوب اللي كمان إجاها يوسف. من ليلي أمه لشمشون، وكمان منذكر بالعهد الجديد بإنجيل القديس لوقا عن إليصابات مرته لزكريا، واللي بنعمة ربنا بعدين بيجي يوحنا المعمدان. فإذا نلاحظ إنه وضع حني منه وضع خاص لنا. في كثير من السيدات بالعهد القديم وكلهم السيدات لعبوا دور كبير، والذرية اللي إجت من عندهم كانت ذرية مميزة مثل ما قلنا من إسحاق ليعقوب ليوسف لشمشون ليوحنا المعمدان. وكلهم كان عندهم هالألم إنه وكأنه أخطأ أو أهلهم أخطأوا أو صار شيء وربنا حتسرح. وكلهم اتبعوا نفس المسيرة، الصلاة إلى الله بألم لشك، بمرارة لشك، ولكن الصلاة إلى الله لأنه هو الأول والأخير والمستجيب، وهو اللي بيحبنا كيف ما كنا بضعفنا أبدونا. لأنه كل مرة من هالنساء اللي راحوا عند ربنا ورفعوا قلوبهم وأيديهم وقلوبهم لربنا راحوا بوقت ضعف، بوقت شعروا إنه الحياة ما بقى لهم يوم. إن شاء الله ما حدا بحياته يتألم مثل ما أوقات بتيجي ظروف صعبة على بعض البيوت وخاصة على بعض الأمهات. وقت بيروح ابنا بسمع بالحزن هالأمهات بتقول لشو أنا بحب بتطلقهم، راحت حياتي، خلوني روح مع ابني، ما بقى فيه إلا معنى الحياة. السيدات اللي ما كان عندهم طفل أو طفلة، وخصوصا مثل ما قلنا بالعهد القديم المفهوم بدنا الشاب بدها السند. ووقت كثير كمان بنرجع نسمعها بينامنا يا سند، يمكن وقت بنشوفها بالتلفزيون وقت يذكرونا بالبرامج القديمة، ولكن المرأة تتجه باتجاه ابنها وبتقول له يا سندي. جوزها كمان بيكون سندها، بس هالولد بما انه ينظر الى الطفل كونه صغير وحياته حتمتد اكثر بصير مثل سند البيت.
هو الذي سيدافع، هو الذي سيكون قرب الأمن، هو الذي سيكون هناك لكي يدفن هذه. فإذا انقلبت المقاييس بتصير الحزن على الأم وكأنه حياته مش موجودة. ولكن في شيء مميز هون بهالصلاة اللي بتقولها بترفعها حني، بتقول له لربنا: وأعطيت أمتك مولودا ذكرا أعطيه للرب لكل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. يعني بيصير من دون للرب، وهذا كان التقليد كمان مرة بالعهد القديم، انه وقت كان الانسان ينذر مثل ما قلنا يعقوب، يعني كان النذير بالعهد القديم لم يشرب، مرة بعدد فصل السادس انه من يكون نذيرا هو انسان بيتبع الله ولا بيشرب ولا بيتروله شعره. وبنلاحظها بهالايام بعد كثير من عند كهنتنا والرهبان، وقتا بيصيروا يطولوا شعرهم ويلفوه، هيدا لانه نادرين نفسهم للرب، وبيقضوا كل حياتهم مأكده بالصلاه، ويعكسوا مأكده تعاليم الله بحياتهم. ومثل ما قلنا اذا قرينا بالعهد القديم، إن كان بسفر التكوين فصل 28: ونذر يعقوب نذرا قائلا: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق وأعطاني خبزا لأكل وثيابا لألبس وكل ورجعت بسلام إلى بيت أبي، وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيتا لله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. بسفر العدد 21: فنذر إسرائيل نذرا للرب وقال: إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي أحرم مدنهم، إلى يدي أحرم. فإذا كلوا نذروا أنه إذا بتعطينا شيء يا رب بنقوم بعمل عفوا بالمهابي. ولكن حني راحت إلى الأقصى، قالت له: إذا أنت بتعطيني يا رب ذكر طفل، رجع لك. وشوفوا هون شو مرة، انه من بعد ما قلنا علي قال: هل انت سكر؟ قالت: لا، انا عم صلي وانا في عندي الم. فاجابها علي قائلا: امضي بسلام. فقالت: لتن لعبتك حظوة في عينيك. ومضت المرأة في سبيلها واكلت، ولم يعد وجهها كما كان، وكأنه خلص الالم، خلص الحزن. شعرت أن الله تعالى سيتجاور معها وستنال هذا الطفل، وهيدا بكفيها. ياما في ناس أوقات بيقولوا: يا ريت يا ريت ما شفنا هالولد وبعدين خطفوه، خطفته الحياة منا، ربنا أخده، يا ريت يا ريت أبدا ما شفنا هالغرض. ونلاحظ حني هي عم تيجي وتقول: يا رب أنت اللي بدك تعطيني الخلاص، انت اللي بدك تعطيني سمعتي ترجع بيضة بهالسحيات، زوجي يحبني مثل ما لازم يحبني، الاخرين ما ينظروا الي بدون، وبيكفيني حاخد لك الطفل واعطيك اياه، لانه انت اللي بتعطيني اجمل هديه، رح اعطيك انا هيدي اجمل هديه، لانه ما في اعظم منك بالنهايه تستحق هالهدية اللي هي بتغير كل حياتي. مثل ما قلنا: ولم يعد وجهها كما كان، يعني حسب المفسرين انه خلص السلام والفرح صاروا على وجه امرأة كانت في مرارة في نفسها وتبكي بكاء مريرا. فعم تقول: يا رب خير. وهالحادثة منا غريبة، ياما سمعنا أوقات وقتا سألنا بعض السيدات الأحاديث مثل ما بتعرفوا، أو بعض الكهنة أو الرهبان، يمكن كيف صرتوا كهنة ورهبان؟ في منه الحال وكنا عم نزور عيال، كان ربنا ما
وأنعم عليهم بعدد كبير، وعم نتحدث ويما هو إيه والبيات أو الإمات قالوا يأرجونا الفضة، إذا بتحب تاخد ولد من الأولاد هيدي بيكون بركة من الله. وفي ناس أخدوهم يومتها أو إجا تاني يوم الكهنة والمطران وأخدوهم، ولاد كان عمره 9 سنين 11 سنة، بس الأهل قالوا إن الله منحنا هذه النعمة فنحن بدنا نعطي أجمل شيء عندنا هو الطفل. أو بعدين كانوا من المكرسات مكرسين والمكرسات. ومثل ما عم بقول الأشياء ما تغيرت، بعد ما بتذكر بال 1980 وقت صار في مجاعة كبيرة بأفريقيا وخصوصا بإثيوبيا ومات الملايين الملايين، بتذكر بأحد المقالات اللي قريتها وخبر فيها أحد الأطباء إنه هو عم بيودع المخيم الكبير اللي كان فيه، تيجي سيدة مع مترجم بيقول له بدها تحكي معك السيدة هي وعم بتودع، بيقول له أوكي، بيقول له جيبت لك هدية. فهو هناك ابتسم لأنه في مجاعة وشو بدهم يجيبوا، بس قال مركبة وجيبت له ابنها. ما فهم الطبيب لما عم تعطيني ابنها كيف بدي اخذ له ابنها؟ قال لأنك انت شفيت لها ابنها بهالظروف الصعبة وهيدا ابنها الوحيد، بس هي باقية انه انت اعطيتها الحياة، اعطيته الحياة وانت رح تقدر تهتم فيه اكثر منها، لانه اذا ضلوا في اثيوبيا حيموت الطفل. صوروا ام ما عندها غير هالطفل وبظروف صعبة وبدها يمكن جوزها مات بهالمجاعة، لانه مثل ما قلنا مات الملايين، ارادت ان تشكر هذا الطبيب فرزقونا الطفل. لكم بصراحة يمكن مع العمر نسيت إذا عاد أخذه ولا لا، بس بتذكر إنه الإنسان نزل دمعته، بس ما بتذكر إذا عاد أخذه أو تركه وتم فيه مثل ما بقول أو أخذ الأهل بتذكر. فإذا نرجع أخوتي للحديث اللي بلشنا فيه وقت قلنا إنه الموضوع العام ووجدناه مثل ما قلنا بفصل متى 13، وقت لقى الإنسان هالكنز المخفي راح وباع كله كل شيء كرمال هالكنز اللي وجده. ونحن بنقول هالكنز بمفهومنا هو ملكوت السماوات، هو اللقاء مع الله والحضور والوجود اللي بنوجد بحضرة الله. وحني كانت مستعدي معنى وجودها كله، لأنه يعني مثل ما قرينا وفهمنا من هالآيات اللي قريناها معنى وجودها كله، ما عاد يهم الأرضي، صار هم البعد الإلهي البعد السماوي. وأجمل شيء عندها هي إنه حينما وعد بهذا الحدث ما عاد بقى في شيء خوف. الإنسان والطبيعي عنده إنه يتمسك بهذا وياما أوقات وما عم لوم حدا وما إلي حق لوم حدا، بس في أشخاص بيندروا لربنا ندور وبعدين بيصيروا بدهم يلاقوا كيف ما يقوموا فيها، يعني يمكن كتروا وقت ندروا. في ناس بتندروا بلا حق، وهيدا مثل ما شفناها بالعهد القديم والعهد الجديد بتندر والأحلى وقت في ناس بتندر غيرها بترجيكم، ما حدا بيندر غيره بيقول له إنه إذا نجحت بعملك ولا شيء بتروح من هون إلى روما. يا أخي مش أنا اللي ندرت، أنت اللي ندرت، أنت اللي فتحت قلبك لله، بشكرك إنه ندرت، بس القرار قراري. ما فينا ننظر ناس ونقول له غيرنا بيعمل شيء، إحنا اللي بنعمل القرار. وفي كمان أشخاص بيصيروا لسوء الحظ من دون ما ننتبه، يعملوا بالندور مثل كأنه عم نعمل مقايضة، إنه يا رب إذا اشترينا اللوتو معطيك قصة، إذا ما عندنا بقصة الحنة يمكن ما لازم نعطيها كلها، لازم نعطي حياتنا، لأنه هي بالنهاية حينما يتجاوب الرب مع هذا النذر وبيتجاوب مع اللي بعد. فإذا
حينما نجد الرب أخوتين ما لازم بقى يكون في شيء يضلوا لأن يجب أن تتفتح العيون مثل هالنظرات. إذا هلا حبيت تقرا يمكن ثلاث أرباع الأحرف ما حد يشوفها، بس وقت أحط هالنظرات الدنيا بتتوسع. وهالنظرات دايما أنا فعلك شبهه بعمل الروح القدس، الروح القدس اللي فتح عيون الرسل وكان معهم ومعهم ومعنا، أصبح موجودا لكي نبشر برسالة سيدنا يسوع المسيح إلى أقاصي الأرض. وما بيقدر الإنسان يكرس نفسه للرب، وما بيقدر الإنسان يوجد ويكتشف ملكوت السماوات، وما بيقدر الإنسان يتعمل، وما بيقدر الإنسان يتقرب من الكتاب المقدس ويتقرب من التناول ومن الأسرار ويضل محمي في أوقات غشاوي. مظبوط، عشان هيك ربنا أنعم علينا بالأسرار ومنه سر المصالحة، سر الاعتراف. هالعوينات مثل ما بنعرف إذا ما نظفناهم بصير فيهم غشاوي. ما بنقعد نشوف بهون، وإذا حطيناهم على جنب بعد أسوأ وأسوأ، لأنه إذا في شيء غشاء يمكن شوف بوضوح أكثر، بس إذا ما حطيته بحاجة، إذا وضعت الروح القدس جانبا بصير أقع مثل غلطة جوزة لحني أو ضرتها أو الكيل. بس إذا نظفته بصير تصرفي مثل عالي اللي بالأول قال إلى متى أنت سكر، وبعدين قال امضي بسلام وإله إسرائيل يعطيك بغيتك التي التمستها منه. فإذا أخوتي وأخواتي بتقريبا نهاية الحديث اللي كمان معمول شوية شعور قليل، لأنه مثل العالم عودين كنا عدد كبير من هالأعضاء عادي الكلمة اللي هي يكونوا معنا ونشوف الوجوه، بس هلا عم نتلاقى برجع بنقول بنعمة الله عبر الشاشة. بتمنى بهالظروف الصعبة اللي العالم كله عم بمر فيها نصلي لكي نعي حقائق يمكن ما عم ننتبه لها، ولكن حقائق مهمة. وهون جبت معي غرضين. أول غرض صابوني، حتقولي لشو الصابوني؟ أنا مني عالم متمرس بالعلم، بقرا بعض المواضيع حسب قراءاتي إنه حجمه للكورونا فيروس هو حوالي 10 مايكرون، أي نحن بحاجة لمكبر ميكروسكوب بيسموه الكتروني تنقدر نشوف هالفيروس. إذا الفيروس ما بنشوفه بعيننا، لأنه حسب العلم إنه كل شيء تحت 40 مايكرون العين ما بتشوفه. الشعرة بتعرفوا ليش الشعرة صغيرة؟ 50 مايكرون. فإذا هالفيروس اللي ما بنشوفه شو عمل بالعالم كله؟ طلع أقوى من الإبل الزريني، من الإبل النيتروجيني، جمد العالم كله وخفنا كلنا. والخوف طبيعي والحذر طبيعي. ما بعرف إذا فكرتوا فيها أخوتي، مين بينتصر على الكورونا؟ رح تقولي لي اللقاح. ما بقول لا، بس من هون تنلاقي اللقاح. مش الغريب إنه اللي بينتصر على هالفيروس اللي ما بنشوفه أبسط أمر بالحياة صابوني؟ انتوا متصورين لو واحد من شهرين ثلاثة هديكم صابوني انتوا ضحكتوا؟ شو صابوني؟ أثبتت هالصابوني اللي اختراع يعتبر من أبسط الاختراعات، اللي موجود ببيوتنا، اللي من احنا وصغار أهلنا شو بيقولوا لنا والمعلمين والمعلمات؟ صابنوا إيديكم مظبوط؟ أول ما نفوت على البيت ما تدهروا شيء، فوتوا صابوا.
أمريكا بعظمتها وأستراليا والاتحاد وروسيا والصين وكل هاي دول خافوا وجمدوا، وإذا بصابونة الماء أبسط شيء هي اللي بتساعدنا نقدر نقتل هذا الفيروس، مثل ما بقول الوقاح مطلوب بالشيء تاني، ولكن ربنا كأنه عم بيقلنا وعوا يا عالم، الشيء اللي اخدينه حدكم على جنب وما بتعطوا قيمة، لأنه ما حدا بيعطي قيمة للصابونة. فإلى الآن الصابونة ومظبوط، العالم كانت ما لازم تتخانق على الأكل، لازم تتخانق على الصابونة، لأنه لو ما بيعود في صابونة أو شوية كحول تنقدر ننظف إيدينا كان خلص انقضى علينا، شيء ما بنشوفه بالعين. ربنا بنعمته اللي بحبنا أن طلعوا على الصغير، حنة اللي ما كان حدا شايفها، للكاهن اللي لازم يطلع بكل العالم كأولاد الله، ولا جوزة اللي حبها بس كان في شيء ناقص بمحبته، ولا ضرتها المرأة الثانية اللي لازم تشعر أكثر من العالم لأنه امرأة بآخر النهار. مين بيفهم امرأة أكثر من امرأة أو رجل أكثر من رجل؟ أقله من ناحية الأحاسيس نظروا إليها منهم، ونحن ننظر إلى الصابون كل حياتنا منهم. فإذا بهذا الصابون اللي يمكن البعض منكم بيعرف والبعض آخر ما بيعرف، كمان إجا من الشرق. أول من بيقولوا العلماء اللي أوجدوا الصابون إن أهل بيبي كصابون بشكل عام، ويقال اللي عملوه بهالشكل يعني إن بمظبوط أهل حلب. فإذا الصابون اللي ما له قيمة، كأنه ربنا عم بيقلنا اللي بتفكروه ما له قيمة بنظري أنا له قيمة كبيرة. وأخيرا بحب دايما أنا من وقت لآخر وعي نفسي ووعي اللي بيحبوا، مش وعيهم بالمظبوط، شو ساعدهم للي بيحبوا يستمعوا، انه مثل ما قلنا ما تشوف الاشياء مثل ما هي، انه انا ما بطلع بنقول هيدي عني انا باحمر، اوكي صحتين ممكن البعض يمكن بتضره اذا معه سكر، والبعض ما بيحبه لسبب او لاخر. بس اذا فكرنا اخوتي، هل عندي اللي جاي من بلد اسمه التشيل، تعرفوا كم واحد اشتغل فيها؟ حسبتكم فيها بطريقة ما بسرعة. صاحب الكرمي من التشيل، اللي اشتغل بالأرض وقطفة من بوليفيا، اللي أخذ صناديق العنب إلى المطار شخص من الصومال، اللي سيء الطيارة لأستراليا كابتن طيران أسترالي ويمكن ألماني ويمكن، واللي رجعوا سيئوا هالعنبات من الطيارة من بعد ما طلعوا من الجمرو إلى السوق شخص آيرشي، واللي عم بيبيعها بمحل دنياني، وبالآخر يا أنتو يا أنا اشترينا هالعنبة وجبناها على البيت. شوفوا كم شخص من كم خلفية تعبوا، بالإضافة إلى نعمة ربنا الجو والطقس والأرض تتوصلنا هالعنبة، وكل وجوه منتظرة شو بعمل أنا بهالعنبة. إذا أكلتها واشتريتها كلهم بيقدروا يقبضوا مع عشية، وإذا كبيتها وما اهتميت فيها بالنهاية ما رح يكون بقى مع المصاري، وفي منه رح يصير واكلين عنها. مثلين حبيت شرككم فيكم فيهم معكم بآخر هالصلاة بآخر هاللقاء. الصابونة مثل ما قلت إن شاء الله دايما توعينا، مش لأنه الكورونا موجود، بس توعينا إنه أصغر شيء بالبيت بنظر ربنا، وأسبب حتى بنظر العالم من أهم الأشياء. وكل شيء منشوفه بهالحياة ما نستهزئ،
تم تقديم يكون بسرعة قريبة عن العلبة، مين اللي عمل العوينين، مين اللي عمل الميكروفون، مين اللي جابلنا المي، مين اللي كوننا. لما نفكر فيهم بشر مثلنا مثلهم، إخوة لإلنا وإلهم، ناس منتظرين إنه نحن نشتغل ونشتري لحد يفرحهم، وإلا بده يرجع البي على بيته بدمع ما يقدر يجيب له لابنه كتاب أو لبنته كمبيوتر أو لمرته أو أمه دواء. فبتمنى تخلي هالصورة بقلبنا وبعيوننا وبحياتنا وبتصرفنا بهالزمن اللي نحن بعد فيه بالزمن الفصحي. وبسبب انه بكره ما بعرف اي متى هالحلقه ستعرض، ولكن نحن بامسيه منتصف العيد 25 يوم مروا على عيد الفصح. بتمنى نكون كلنا عايشين زمن الفصح، واذا لسبب او لاخر نسينا نرجع مشي نمشي بهالمسيره، لانه يعني بدنا نتحضر. هالمسيره هي مش بس مسيره فرح، هي مسيره كمان بدنا تاخذنا الى يوم الصعود ومن ثم الى يوم العنصر. فخلينا اقل بهالاربعين يوم نضل نقول سويه ونردد مع بعض قائلين: المسيح قام من بين الاموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياه للذين في القبور. امين. الله يبارككم ويحفظكم وما تخافوا. اذا وجدتوا الله فكن مع الله والله ما بينساكم وبينسانا. وصلوا لنا وين ما كنتم، والله يبارك لي لميير ونور ساد وجميع اللي بيتعاونوا بهالمحطة، جميع أعضاء كمان العائلة الكاملة اللي هي وهالمكان اللي نحن فيه. الله يبارك دايما